سرعة الأيام كالبرق انبرت. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. صمت تكاليف الحياة ومن يعش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل الذي صدق، فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. صمت تكاليف الحياة ومن يعش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل ذي صدق، فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله نمضي هنيئا لمن سبق وصدق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين. اللهم آمين آمين آمين. حياكم الله، وجعل الله جل وعلا أيامكم كلها طاعات وعبادات وخيرات وبركات، وجمل الله نفوسنا وقلوبنا وجوارحنا وأبداننا بما يحبه ويرضاه في المنشط والمكره في الرضا والغضب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، في القرب والبعد. أحبتي في الله، إخواني، الله يجزيكم بخير. احنا دخلنا دابا ما عملته هو كان عمله اللي غيكرر الاتصال ويفسد علينا الحوار والكلام والاسترسال سيتم حظره، سيتم حظره. ما كنقولها ان كرر هذا بعد البث سنعمل كاع اللي غلقيتهم كيكرروا الاتصال نعمل لهم حظر. خلاص باش نكونوا واضحين نكونوا جادين، لان الان احنا الان بسم الله بدانا في البث المباشر، أكيد هناك من للأسف هناك من يكرر الاتصال لدرجة أنه ينقطع علينا البث ونعيده من جديد، وهذا عيب صراحة، هذا عيب. هناك من يكرر الاتصال لدرجة أن البث ينقطع علينا ونعيد الاتصال من البث من جديد، وهذا يعني يفرق الجمع وكذلك الكلمة وذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز.
طيب، هل الصوت واضح أحبتي إخواني أخواتي؟ هل الصوت واضح؟ واضح بإذن الله جل وعلا. أول أمر هو أني كتبت قبل قليل أنني سأكون في مدينة أكادير، وبالفعل كان هذه الوجهة وهذه النية وهذا القصد، ولكن سبحان الله يعني هناك عدد من الإخوة والأخوات كانوا تواصلوا معي من أجل مدينة طنجة، تطوان، مرتيل والنواحي، وتجد نفسك توضع في مواقف يعني صراحة أنا أول شيء أقولها وأعيدها، ذهابي لأي وجهة الآن وليس للعمل، لأني أنا أصلا أذهب من أجل المساعدة ليس للعمل، والأخ محمد يفهم هذا جميع الإخوة، يعني أن توجه من أجل مساعدة الناس، لأن يعني عمل إنساني تطوعي واجتماعي وخيري ودعوي وأشياء كثيرة، وقد يكون مصاحبا أريد منه شيئا من الفسحة والراحة، لكن أجد نفسي في غير فسحة وفي غير راحة، لأنك تجد نفسك تتنقل حتى تصبح كثير يتواصلون معي أو مع الإخوة هناك من أجل أني ألقاهم أو ألتقي بهم أو أشخص حالتهم، فأجد نفسي بقائي في الدار البيضاء يكون أرحم، لأنك تريد أن تكون في مسألة ماذا الراحة، فأنت تقطع مثلا 7 ساعات سيارة وسبع ساعات رجوع، ثم تمكث هناك من أجل أنك تحظى بقسط من الراحة، فأجد نفسك لا ترد سائلا، تستحي أن ترد سائلا، ولكن كثرة الناس الإصابات التي عند الناس كالله في عون الجميع، هناك من وقد جربت هذا في اللقاء في السفر الأخير، كنا أحيانا نبقى حتى الساعة 2 والثالثة والرابعة والـ11 ليلا ثم ننتقل هنا وهناك، وهناك من قال لي يعني هناك أناس ينتظرون في مدن أخرى، وفعلا حقيقة تواصل معي عدد من الإخوة يريدون أن أزورهم في مدن الشمال، ف يعني سأحاول جاهدا بإذن الله جل وعلا أن تكون الوجهة إن شاء الله هي مدن الشمال. لماذا؟ أنا الغاية عندي بداية ما هي؟ أول شيء تكون صريح وأن أرتاح، أريد أن أرتاح قسط من الراحة 2 أيام 3 أيام 4 أيام، وتبقى لي اتصالات وتواصل مع الإخوة والأخوات عن طريق زوم، عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق يعني، لأن هناك من وعدتهم بالتشخيص والمساعدة، ثم تكون هناك ذلك دروس لعامة الناس إجابة على الأسئلة، ف يعني حتى أوفق بين الأمرين تكون الوجهة بإذن الله تعالى قريبا هي الشمال، وألتقي كذلك بإخوة رقى هناك وأخوات هناك كذلك، ثم إن شاء الله تعالى يعني أن أحاول أن أقرب المساعدة منهم كذلك إن شاء الله جل وعلا، وعلى هذا الأساس سيكون تهيئ سفري إلى هذه المناطق بإذن المولى جل وعلا قريبا إن شاء الله. ولا تنسوا أن لا زال هناك حظر صحي وحظر صحي، ولا زالت هناك يعني وسائل يعني من أجل يعني هذا الوباء، حفظ الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات والبشرية جمعاء من هذا الداء، هناك ترتيبات تكون في أمنية احترازية وقائية في الطريق وفي الطرقات وبين المدن وبين المدن أيضا. فالبارحة يعني كنت في مدينة قريبة مجاورة، وكانت هناك هذه التداعيات وهذه الالتزامات، لكن الحمد لله بفضل الله جل وعلا لا نجد بفضل الله تعالى مشقة ولا صعوبة مع الإخوة في الأمن وفي هذه الأمور الأمنية، لكن لا بد أن نأخذ بالترتيبات إن شاء الله للوصول وكذلك للإقامة بإذن الله سبحانه جل في علا، لأن لا نعيش أيام عادية بل هي أيام فيها أمور احترازية وأمور وقائية إن شاء الله جل وعلا. هذا من جهة أخرى. أما موضوعنا بإذن الله تعالى في هذه الأمسية سيتجلى، سوف تكون وقفات إن شاء الله استراحات من اختياراتكم إنشادية
أو غيرها أو من اختياري، وتكون إجابة عن الأسئلة بإذن الله تعالى، وكذلك التشخيص بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرجو من كل إخوة والأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى الدعاء لنا ولكم وللمسلمين. حاولوا تحركوا أناملكم بالدعاء بذكر الله في هذه الأيام. هذه أيام ذكر وأكل وشرب وطاعة لله سبحانه وتعالى. حاولوا، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ إخواني الصوت جيد؟ الصوت جيد؟ الصوت الآن جيد؟ الصوت الآن جيد؟ طيب خير إن شاء الله. سأجيب بإذن الله تعالى عن بعض الأسئلة التي لها علاقة بالإخوة والأخوات. أول نقطة أحببت أن أبينها بإذن المولى جل وعلا، أحيانا تختلط الأمور النفسية مع الأمور الروحية وتصبح الحالة مشكلة في مشكل، ويصبح صاحب الحالة أو صاحبة الحالة قد لا يوفق إلى التفريق بين الجانب النفسي والروحي. وحينما نقول الجانب النفسي والجانب الروحي، فهنا تكمن الإصابة القوية جدا. اسمعوني جيدا، أعطيكم مثال. رجل أو امرأة، نخصص في الحالات النسوية، في امرأة مثلا، امرأة تعاني من اضطرابات نفسية سلوكية قوية جدا، وهذه الاضطرابات تجعلها عدوانيا فعالية جدا، وتجعل في شخصيتها الأنا بشكل قوي جدا، وقد تجعل في المزاج تحول وتقلب بشكل قوي جدا، وقد تصبح كأن عندها انفصام في الشخصية. فإذا كانت في مواقف الإحسان ذرفت الدمع والعبرة، ولكن في نفس الوقت قد تجدها جلدا جبلا قوية واندفاعية وعدوانية، فيصبح عندها تحول في مزاج وطبع. وقد تراها أحيانا ربانية ذاكرة مؤمنة، وأحيانا لا تستطيع حتى أن تذكر الله أو تستغفر. هذه الجوانب التي أنا بينتها الآن إخواني، أهل الجزائر، أحباب، أوقفوا الاتصالات، جزاكم الله خيرا الآن أثناء البث المباشر. ما معنى أنك تتصل علي وأنا في البث المباشر؟ أجيبك بأي قلب وبأي أذن وبأي لسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وبالله التوفيق. فتصبح صاحبة هذه الحالة هي
أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. الحلم والصبر شيء جميل. نعم اترك غير الوفي راكي اتصلوا بي الواتساب راكي اتصلوا بي راكي اتصلوا شمو كان انا توا صافي ولينا نخلي غير الوفي شغال غير الوفي ولكن مع ذلك سيتصلوا كل على يقين. دابا كنحشم بوكي شي واحد ولكن سبحان الله خير ان شاء الله على خير. قلت الحالات القوية جدا أهلها يعانون وكيف نفرق بين الاضطراب النفسي وبين التخبط الروحي من مس جن شيطان وغيرها كثير. هذه النقطة قد تستشكل على الحاذق الراقي المعالج وقد تستشكل على أهل المريض وعلى المريض كذلك نفسه لا يجد كيف يفرق بين هذا وهذا خاصة إذا كان في الجسد أقوياء. درسنا مهم جدا. أقول هذه النقطة التي بدأت بها هي نقطة غاية في الأهمية تجلي لك قوة السحر في هذا الزمان وقوة المس والشياطين والأبالسة في هذا الزمان. الأمر يختلف أن حينما يتكلم الناس عن الجن يصرع ويتخبط المريض والمصروع أو حينما تسمعه شريط رقية يصرع ويتخبط الجن والبدن. الأمر أصبح مختلف جدا له أسباب كثيرة هي التي أريد أن أبينها في هذه النقطة. ومن يدرسون علم النفس ستهمهم هذه النقطة وسيقفون على أسرار خطيرة جدا تنفعهم بإذن الله تعالى في دراستهم أيضا. كلنا يعلم أن لنا في الجسد إرادة وقدرة وطاقة وقوة وهمة. كل يفهم أننا في النفس إحساس وللنفس إقبال وإدبار وقد تغير النفس أمور تحيط بها سواء في حالة الرضا أو الغضب وتكتسب النفس أمور كثيرة في مجرى الحياة تأخذ منها شحنة وزاد من خلالها يتفرق الإنسان في حنكته وحكمته وسيره بفضل الله جل وعلا على حسب تلك الطاقة والشحنة أودعها الله بداخله والتي أخذها مما قرأ وتوجه فيه وكذلك من هموم وأحزان ومعاينة لحالات سواء كانت في الرضا في الغضب في السلب أو في الإيجاب في مسار حياته سواء مع زوجه أو قبل زوجه وزواجه مع والديه أو في صبه وصغره في مدرسه في جامعته وهكذا. كل ما يعيشه الإنسان منذ الصبا يورث داخل القلب والعقل الباطن نقاط تبدأ تكون نفسية هذا الإنسان تعطيه قوة جلية ظاهرة وخلفية كذلك تسير بهذا الإنسان السوي. وأنا أتكلم الآن عن الإنسان المعتدل السوي الذي لا يخالط جسده أي شيء لا ليس هناك دخيل على الجسد بمعنى إنسان عادي. الناس العاديين يتفاوتون ويختلفون في شخصياتهم وفي نفسياتهم ويختلفون في قدراتهم وفي ميولاتهم وفي كفاءتهم الفكرية والعملية. هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن أشياء كثيرة عاشوها. الذي درس ليس كالذي لم يدرس، الذي خالط الناس ليس كالذي لم يخالطهم، الذي تعلم الخير ليس كالذي تعلم الشر، الذي عاش في جوفه صفاء ليس كالذي عاش في جوفه الشقاء،
الذي عاش مع أسرة في حسن الظن ليس الذي كعايش أسرة تسيء الظن. إذن هذه الأمور كلها تبدأ تكون شخصية، تبدأ تكون نفسية، تبدأ تكون خلفية، تبدأ تكون سلوك، تبدأ تكون لنا إنسان مستقبلي كيف سيكون. ولهذا جاءت السنة بأمور كثيرة جميلة لا بد أن نبينها للصبيان وللغلمان حتى يسيروا بسير فيه اتزان بفضل الله تعالى، لتكون الكفاءة في القدرة الملكية، في القدرة الفكرية، في القدرة الثقافية، في القدرة المعرفية، في القدرة الشرعية، في القدرة العملية، في القدرة الطاقية. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة وهم صغار على هذا المبدأ. إذن هذه النقطة الأولى التي أريد أن أبينها، لا تأتي الشخصية والنفسية والقدرات والطاقات من فراغ، لها أسباب سواء سلبا أو إيجابا. هناك من لا يريد إلا أن يكون إماما في الشر، لها أسباب. وهناك من يريد أن يكون إماما في الخير، لها أسباب. وهناك من يريد أن يكون إماما فحسب، سواء كان في خير أو في شر، المهم أن يكون في الريادة وفي الإمامة والزعامة، وهذا له أسباب. لماذا قلت هذا المدخل الأول؟ هذا المدخل بدأت به لأني أريد أن أفرق لكم في سؤال الذي طرحته، وكيف نفرق بين الأمراض النفسية والأمراض الروحية، وحتى تفرق أيها اللبيب بين المرض النفسي والروحي لا بد أن تدرس شخصية الإنسان الذي أمامه، لا بد أن تدرس حاله ووضعه، صغره وكبره، بل وأن ترجع إلى منشئه وطفولته، وأن ترجع إلى بيته والده ووالدته، أن ترجع إلى أعياده ومناسباته، إلى فرحه وقرحه، لا بد أن ترجع إلى كل هذا، لأن هذا لا يمر هباء سدى فراغا عدما، إنما يترك آثارا، يترك آثارا شئت أم أبيت، خاصة مع الجانب الفكري والثقافي والمعرفي والعلمي والإيماني. فقد تكون الندبات والآثار سلبية في كثير من البيوت، لكن صاحب السير يكون على اتزان في العلم وفي المعرفة والثقافة والدراية وفي الإيمان بفضل الله تعالى وفي الصحبة والخلطة، فيقوم ذاك الإعوجاج الذي كان حاصل في سلفه، فلا يسير عليه، بل أخذ منه الإيجاب وترك السلب وتقوى بإيجاب آخر، فهو يقوم نفسه في تمام الكمال بفضل الله تعالى. فكانته الحنكة أجل وأعظم، لما؟ لأنه عايش سلبا وعطبا وخورا، وعاينه معاية وعايشه، سواء كان في الفقر أو كان في الغنى. فقد يكون السلب في الغنى وقد يكون السلب في الفقر، لكن أخذ فقومه بما أخذه من معرفة العلم والثقافة والدراية والإيمان والخطة والصحبة الصالحة الطيبة، وبالتالي تراه في المستقبل أنه تام بفضل الله تعالى في الوجهة والتوجه وفي الفكر والقول والعمل. أنا لازمت الآن أرسم لكم سيرا حتى نفرق بفضل الله جل وعلا بين المرض النفسي والروحي، حينما يختلط كيف يكون شخصية صعبة جدا، مضطربة، مهتزة جدا، صاحبها لا يسعد أبدا. والصعب في هذا كله أنه لا يفرق بين هذا وهذا، وسنأتي إليه إن شاء الله جل وعلا. واش فهمين شوية ولا نقف؟ إذا ما فهمتوش شي حاجة قولوها لي. ليس الغاية أني أسترسل في الكلام، لأن باقي كلام كثير جاي، أنا عندي تصور الآن أصل إليه. ليس الغاية هو أن أتكلم، الغاية هو أن تفهم. ليس الغاية أن يتكلم نعيم ربيع، الغاية هو أن المتلقي، أن المحاضرة تكون في منهجها الصحيح. لأن النقطة التي نصل إليها التفريق، بغيتك تشدوني تفهم ما سبق، مفهوم علم؟ إذا ما فهمت شي حاجة قل لي ما فهمناش.
طيب جيد، لما الحمد لله الكل يفهم جيد، هذا الذي أريده بفضل الله سبحانه جل في علاه. قلت وبالله التوفيق، الحالة التي تكون عندها مرض نفسي، وحينما نقول مرض ليس مسبة في حق الشخص، فالمرض علة طارئة قد تزال بشفاء ودواء، علم، ليس منقصة ولا مسبة. ولهذا تجد في العالم الإسلامي والعربي أن الطبيب النفسي كأنه مسبة ومعرة، وهذا من السفه وعدم الاتزان في الفهم. فهذا علم إذا كان سوف يؤدي المراد منه بفضل الله تعالى بسير جميل يؤدي المهمة المنوطة به التي تبنى على الدليل وعلى العلم وعلى القواعد العلمية والطبية بفضل الله سبحانه وتعالى، فالاضطرابات تصبح لها تشنجات وتغيرات لا بد لها من مكملات تساعد المرأة حتى يتخلص منها، خاصة إذا كان هذا الإنسان ليس له قوة إيمان، فالتخلص قد يكون بقوة العزيمة والإرادة والإيمان وبالقيام والصيام والتضرع إلى الرحمن، لكن إذا عدم هذا أو افتقد هذا أو قل ونظر فلا بد، أو حتى وإن كان في كثير من الأحيان لا بد من اللجوء إلى مكمل مساعد كالرقية الشرعية، ما استطاع منكم يفعل أخاه فليفعل. هذه نقطة كذلك لا بد أن نبينها بإذن الله تعالى. ولجب أن أبين كذلك لطلبة العلم النفسي على أن ليس كل ما يقال في الطب النفسي يؤخذ كأنه آية من القرآن أو حديث صحيح جاء من سيد الأنام، لأن لا بد أن نعلم أن التأصيل العلم النفسي ما جاء إلا من الغرب، وينفون كثير من القواعد الشرعية، لكن نحن كأهل دين نؤمن بالعلم الذي يوافق الشرع والدليل، ونرى ثماره بفضل الله جل وعلا النافعة في كثير من الأحيان، وليس هو كل شيء. إذن العجيب والغريب هو حينما لا يفرق الناس، عامة الناس، بين الاضطراب النفسي والاضطراب الروحي. هنا تكون الكوارث في البيوت عند الزوج الذي نشأ وعنده اضطراب نفسي وروحي، كيف يوفق في زوجه وزواجه، كيف يوفق في تربية عياله وأبنائه، قبل ذلك كيف يكون رفيقا صالحا لخلانه وأصدقائه وأحبابه، كيف يكون نافعا لبلاده، كيف يكون مثمرا صاحب عطاء وصاحب قدرة وطاقة. لا يستطيع. إذن هذا الموضوع يحتاج إلى أن تتضافر جهود بين من هم علاجهم نفسي وبين من علاجهم روحي، كي ننقذ البيوت والأسر ونقذ المسلمين وحتى غير المسلمين. وهذه إضافة أخرى وجب أن تدون. قلت وبالله التوفيق، المرض النفسي شيء علة طارئة دخيلة على الجسد بأسباب كثيرة، قد يشربها صاحب الجسد وهو لا يعي. خذ هذه النقطة أيها المريض، وكلنا معني بهذا الكلام حتى لا يظن نفسه أنه في برج عاجي، كلنا معني لما نراه من إكراهات وإغراصات إكراهات، ويعني نضطر أو يضطر المرء منا وهو غير يعني مكلف قبل بلوغه إلى أن يعيش في بيت، صح لا؟ وكلنا ذاك الرجل هو مضطر اضطرار على أن يعيش وسط بيت لم يكن له الاختيار، بتقدير من الله العليم الخبير سبحانه جل في علاه أنه يفتح عينيه وسط بيت. هنا تبدأ بداية الأمر تكوين النفسي، اعقلها مني، والراحمون يرحمهم الرحمن. كلنا ذاك الرجل أو تلك المرأة الأخت، تلك الطفلة الصبية الصغيرة التي هي الآن في سن البلوغ، أو هي الآن ربما امرأة أو زوجة أو مطلقة أو أرملة أو عانت مشاكل، كلنا لنا قصة، كلنا لنا تسلسل، كل واحد منا يعرفه. وكما يقال البيوت أسرار، كل واحد منا
لا يمكن أن يستثنى من هذا الأصل، من هذه القاعدة، أنه عاش أمور في الصبا لم يكن له فيها اختيار، لم يكن له فيها اختيار، لم يكن له الاختيار أن تكون أمه فلانة أو والده فلان أو منشأه بلده فلان أو حيه فلان أو بيته بالشكل الفلاني أو معاناة البيت تكون على الشكل العلاني أو الفلاني. إذن هذه أمور أنت مضطر على أن تعيشها وعشتها، فلا تظن أنها ذهبت سدى. لازلنا نؤكد على مسألة المرض النفسي، المخلفات والعواقب النفسية، كيف يمكن أن تبقى في الجسد فتكون شخصية حينما تمتزج بمرض روحي، تعطي ماذا تعطي، وكيف نفرق بين هذا وهذا؟ فتمهل حفظك الله. حينما نفرق بين هذا وهذا سيسهل علينا السعادة والعلاج والنجاة في الحياة، وحينما لا نفرق ستكون الضنك والشقاء والعذاب والغصة، ونعذب أنفسنا ونعذب من معنا، ولن نرى الخير أبدا وإن كان بين أيدينا. فلا بد أن نفهم حاجة الناس إلى هذا التأصيل والتفصيل، يرحمنا الله وإياكم. فاسمعوا جميعا، كلام واضح؟ بقي معايا من عزتو شيئك؟ ما زال معايا، ما جاكم شي الناس؟ واضح معايا؟ مركزين معايا؟ يلا هيا أشوف ما فعل الله، العدد يرتفع بإذن الله تعالى. كلكم معي، هذا التأصيل وهذا التفصيل هو غاية في الأهمية، كيف نفرق بين المرض النفسي والمرض الروحي اللي استشكلت عليه نقطة مما قلت، فليجليها ويظهرها حتى نصل في هذه المحاضرة كنا جميعا إلى فهم سديد بتوفيق الله عز وجل. نعم، يسمى التراكم، شيء تراكم يعني شيء على شيء تراكم فهو يعطي، ولكن تراكم بداخل الروح، بداخل النفس، بداخل القلب، بداخل الجسد، فيبدأ يكون في خفاء نمرود أو قهر أو انهزامية أو انفعال أو عدوانية، سنأتي إلى هذا إن شاء الله لاحقا. كلنا قد يكون بداخلنا ذاك النمرود أو ذاك الطفل الصغير، تأمل، قد يكون بداخلك ذاك النمرود أو يكون بداخلك ذاك الطفل الصغير، وسنأتي إلى هذا التفصيل بإذن الله. أحيانا أقوال علماء النفس تجدها منتقاة من واقع نحن نؤمن به كشرعيين وكمعالجين روحيين، يعني معالج روحي ليس عراف دجال، أقصد بذلك الجن والشياطين حتى أصبح مفهوم، لأن المعالج الروحي أو كذا أصبح لصيق بالعرافين والمشعوذين، لكن أقصد بالروح أنا هنا ما تعرف عليه الناس شيء دخيل عن الروح، وسنبينه إن شاء الله جل وعلا. طيب، أنا إلى الآن لم أتي إلى الانفصام أو شيء من هذا، أنا أتكلم بشكل عام، ما الانفصام جزئية من المرض النفسي، أنا جعلت المحاضرة أتكلم بشكل عام، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت وقفنا عند قاعدة مثبتة عرفية وعلمية واجتماعية وسلوكية، هي أن كل واحد منا كان له لزاما عليه مضطر لا بالاختيار أن يعيش في بيئة نشأ فيها، ترعرع داخلها وفتح عينيه وهو بها داخلها معها، من أب أو أم أو غير أب أو غير أم أو غير أب وأم أو مع إخوة أو في ملجأ، المهم له ماضي تربى فيه، بيت تربى فيه، احتضنه، أسرة احتضنت، تلك المرحلة التي نشأ فيها في الطفولة لها مخلفات، لها آثار، لها ندبات، لها جروح، أو لها مقومات ودعائم
ولها بفضل الله جل وعلا خير على النفسية، ولها انشراح على الخيرية وعلى النفسية، ولها عزة وثبات على النفسية، ولها طاقة إيجابية على النفسية على حسب الفرد وما عاشه وعاينه. إذن ضع نفسك بداية أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، وأريدك أن تطير معي بعقلك وبقلبك إلى ما عشته في صباك الآن، حتى تضع نفسك في خانة أنت صاحبها وأنت الطبيب وأنت المعالج لنفسك. خذها مني قاعدة، أنت المعالج وأنت الطبيب لنفسك. سأجعل لك خانات، أنت تضع نفسك الآن في الخانة المناسبة. في الصلة وفي الصغار، وأنت أول أمر علق بقلبك وبعقلك ولن تنساه إلى الآن، إذا قلت لك وأنت صغير، إذا قلت لك وأنت صغير أول شيء ما نسيته إلى الآن محفور في سويداء القلب، ما هو؟ ضعه في عقلك وتعمق فيه وانظر إليه، سلبي أم إيجابي؟ قل لي بربك، ذاك الموقف الذي لم تستطع أن تنساه 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، كان سلبي أم إيجابي؟ كان إيماني أم شهواني إيحائي؟ كيف تصنفه في أي خانة؟ والخانات عندي كثيرة جدا، أقول والخانات عندي في عقلي، إذا أردت أن أضعها بين أيديكم حتى تصنفوا أنفسكم فهي كثيرة وعميقة جدا. هذه نقطة قل ما يتفطن إليها الإنسان. ارجع بعقلك، ارجعي بعقلك الآن. الموقف الأول الذي كان في الصبا، إذا سألتك أو سألتك ما هو الموقف الذي أنت رأيته في الصبا أثر فيك في الصغر، هزك وأنت صبي صغير وإلى الآن تتذكره، كان سلبيا أم إيجابيا؟ وكيف كان؟ في أي خانة؟ مال، قوة، عنف، اعتداء، اغتصاب، شذوذ، سب، ضرب، حرمان، فقر، جوع، أذية، كيف تصنفه؟ ما هو؟ فاحتفظ بالجواب لنفسك وخذ نفسا عميقا وأسير معك سيرا بعد هذا الحادث الذي أنت ما نسيته، ولماذا لم تنساه مع أنه يؤثر فيك؟ ما استطعت أن تمحيه من مخيلتك وذاكرتك وعقلك، لماذا لم تستطع أن تنساه؟ لماذا لم تستطع؟ سؤال، لماذا لم تستطع أن تنساه؟ والأمر ليس بيديك، ليس لك، الأمر ليس لك. فقد لا ننسى فرحا عطاء، وقد لا ننسى جرحا وألما، والأمر ليس لك. وإن كنت أنت رب الجوارح بعد الله سبحانه وتعالى الذي رب كل شيء ومليكه وأعطاك الإرادة على جوارحك، لكن مع الإرادة أنت لا ليس لك كل الإرادة في جوارحك. هنا سوف نفرق بإذن المولى جل وعلا. تفهمت ما تفهمت؟ وإن ما تفهمتش فهمها باش نوصلوا مزيان، نقاط مهمة جدا. إذا ما تفهمتش فهمها، من المنطلق ما
الأوقات الجميلة تستغرق أقل من الحزين، هذا درسنا فيها من أمس. أنا أتكلم ليس وقتا يسيرا، أتكلم عن جرح النار ظل في المخيلة في العقل الباطن، وظل مع النفس عقود، ليس وقتا يسيرا عقود. حينما أتكلم عن عقود، كل عقد فيها 10 سنوات ويستمر معك، وقد تذكر وحدك وتبكي، أو وحدك وتفرح، أو تستغرب، أو يهجب عليك ليس بعينيك، أو ربما ترى صورة فترجع المخيلة بجزء بأقل من أجزاء من الثانية إلى ذاك المشهد الأول الذي كان في الصيبة ليس بين يديك أنت. لتعلم أن الاضطرابات النفسية قوية جدا، لكن أنا أمزج لك بين هذا وهذا للعلاج الصحيح. الأخت عففت، قل ما فهمت. شنو ما فهمتيش؟ لأن الموضوع عميق باش نفصله. الآن هذه مقدمة في التفريق ما بين المرض النفسي والمرض الروحي، وكيف نفرق بينهما، وإذا تداخلا كيف نفرق وكيف نعالج، وما هي الأعراض، وما هي السلبيات، وكيف تكون هذه الشخصية، وما هي آثارها على النفس وعلى الرفيق والشريك. كل هذا بإذن الله أريد أن لا أخرج من هذه المحاضرة إلا وقد وقفت عليه بتوفيق الله عز وجل، لأن له علاقة في بحثي وفي موضوعي مع الحالات القوية التي لها علاقة بالأبالسة والأثاريت والمرضى والماسونين والشياطين. ولكن في المقابل بين البصمات الزهرية والدم أو الموروث القديم الذي يؤثر على كاهل النفسية و العقلية والعدوانية أو حتى تلك النورانية الخيرية، وتصبح تلك الانفصامية والتحول في المزاجية وفي الطبع وغيرها كثير. ما يمكنش نعطيكم كلام بعوارض وبعناوين، فلا بد أن نفصل بتوفيق الله الكريم. ما علم. طيب، كانت أخت عفاف قالت لم أفهم، وأظن أن هناك بعض الإخوة والأخوات اللي كيسمعوا، كي اللي فهم، كي اللي فهم شوية، كي اللي ما فهمش. اللي ما فهمش بالضبط هو اللي أكد عليه، لأن من غير فهم اللي ما فهمش غير زيد الآخرين فهما بفضل الله عز وجل. الأخ رقي بدر يقول هل ذاك الطفل الصغير قد يسبب مسا وهميا؟ أنت الآن جيتي معي ضربة معلم، جيتي معي بعيد، هذا خلي جانبا أخي الكريم وجزاك الله عن السؤال. إحنا من الآن نفرق ومزيم للقطة، هذه اللقطة يعني تنم عن ذكاء، ولكن خليها جانبا. الآن نريد أن نتكلم فيما هو أعمق، هذا غير جزء فرع. نبقاو الآن في المرض، لأنه أقسم بالله كثير من الناس للأسف شديد لا يعرفون ما هي السلبيات التي أخذوها منذ الصيبة وهي الآن تعطل عليهم. ولهذا بعض الناس لا يفرقون هل هو مصاب بعين أو بحسد أم بآثار نفسية. لهذا بعض الرقات يقول لك وعدو غير مس وهمي، كتخرج عليك يبدي يبكي، انت ما عرفتيش تفرق وما عرفتيش تعالج. فلما تفهم هذا الامر، هذا هو الفهم اللي غادي حتى يساعدنا في فهم ما هو المس الوهمي. بعض الناس عندهم احزان مثقل بالهموم، مثقل بالحرمان، فحينما تتكلم عن الرزق يبكي، تكلم عن السعادة يبكي، تكلم عن الزوجة يبكي، تكلم عن الولد يبكي، تكلم عن الطاعة والعبادة يبكي. قد يكون تداخل بين هذا وهذا وأنت لم تفرق، فباك من نفسه لأنه يعلم أنه محروم وجهد وما استطاع، لكن القول لا زال قابع، ما استطعت أن تحركه، فباك هو، في حين أن الدخيل يتفرج ويضحك على بكائه ويستخف به ويستخف عليك حتى أنت ربما. وهذا كلام لا أريد الدخول فيه الآن لأنه يجرح قلبي، لأن في النهاية الضحية المريض ومن يلازمه للأسف الشديد. والله إني أتكلم من سبيداء قلبي والعبرة في عيني، لأن الناس يكلمون حينما لا يفهمون، والعلم قبل القول والعمل، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما الفهم. وما يرد من أخي الفقيه في الدين، الفقه والعلم في أمور كثيرة نعمة من الله جل وعلا. طيب، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ويعفو عنا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا ويزيدنا علما، اللهم آمين. على أي نرجع بإذن الله جل وعلا إلى الموضوع، والله العظيم أقسم بالله
أني أتكلم في موضوع العبرة في عيني، لأني أعلم أن بسببها مصائب، مصائب كثيرة جدا جدا جدا. وللأسف الشديد حينما تستشكل هذه حتى الأطباء النفسيين ولا يفرقون، لهذا أقول يا أيها الطبيب النفسي المسلم، حبذا لو تكون على اطلاع ولو بإلمام بالرقية الشرعية وبأعراضها، لأن كثير من الناس مع الأدوية قد تزداد سوءا فتنتحر. نعم أدوية تصيب تخفف الاكتئاب، لكن العدو دخيل لا يجعل الدواء الذي يسكن الجبال ويهد الجبال لا يؤثر في فرد، في رجل أو في امرأة، وهذا حاصل لا ينكره الأطباء ولا ينكره العقلاء للأسف الشديد. وهناك من يتعاطى الأدوية 16 20 سنة ما تغير في الأمر شيء، إلا أن أصبحت البلاذة وأصبح الثقل في الجسد. وأنا لا أنفي طب نفسي أبدا، لكن حينما يتداخل هنا الإشكال، هنا المشكل. آمنا بطب نفسي يفرق لنا في هذا، ولا بد أن تفهم أن هناك أخلاط وأرواح أخرى تخالط هذا، فلنفرق بين هذا وهذا. أنت طبيب في بابك، فلا بد من عليم في باب آخر، وليس جاهل، ليس عامي في الباب، دخيل على الباب، متطفل على الباب، لا هذا ولا هذا. إن الضحية في النهاية أنت حصلت أيها الطبيب النفسي بسنوات شهادة وفتحت عيادة، ولك بفضل الله مرضى وزبائن، والآخر قد درس القرآن أو لم يدرس، فهو فرض نفسه بوسائل وأصبح يحج الناس إليه، فأنت عندك وهو عنده، لكن بينكما مرضى، بينكما مرضى. إشارة مقطوعة أصدر. طيب، قلت تلك المواقف التي عشتها، عشتها أنت، وإن كنت مثقفة، وإن كنت مدرسة، وإن كنت فقيهة عابدة، وإن كنت تحبين الخير، وإن كنت مريضة بمرض روحي وتعلمين ذلك أو تشكين في ذلك، أنت الذي تراني الآن أتكلم مع نفسي، وجه الإشارة لي بداية ثم لكم جميعا. خرجنا من بطن واحدة، أنت وإخوتك خرجتم من بطن واحدة. وهنا نقطة أخرى أكد عليها أيها الأخوة الأبي، كلكم خرجتم من بطن أم واحدة ومن صلب رجل واحد، إخوة أشقاء من الأب والأم. أترى الآن نفسيتكم واحدة؟ لا، جاوبني. أترى الآن أخلاقكم واحدة؟ لا. مميزاتكم واحدة؟ لا. كفاءاتكم واحدة؟ لا. تقارب موجود؟ يكون موجود. اشتراكات في أمور؟ تكون موجودة. صح أم لا؟ من بطن واحدة ومن صلب رجل واحد، لأنكم تشاركتم في النطفة والبويضة، وتشاركتم في الحمل والمخاض والنفاس والوضع والرضاعة، وتشاركتم البيت، تفرقتم في مناحي الحياة، وهذه كلها سوف نبينها إن شاء الله جل وعلا. حتى الإخوة التوأم الحقيقيين كما يقال، توأم من بطن واحدة على شكل واحد على صورة واحدة، وتجد بينهما تباين، صح أم لا؟ في السلوك وفي الطبع وفي المعاملة وفي اللين وفي الشدة، في القسوة وفي التملك، في العطاء، في البخل، هناك فرق. إذن
من بطن واحدة، وهناك اختلاف. حتى وإن قال البعض نحن في بيت واحد ويحكم يغلب علينا المحبة فيما بيننا والتلاحم والتآخي عند بعض البيوت فيما بيننا، لكن تجد أن التصرفات والبواطن تختلف، تصرفات الجلية والبواطن تختلف. تصرفات الجلية الظاهرة سرا أو علانية، والبواطن ما يخفيه المرء الأمر يختلف، يخفيه قد لا يبديه، وقد يبديه ويخفيه، وقد يجليه في مكان ويخفيه في مكان، وهذا يجلي التنافر والتباعد بين الشخصيات من بطن واحد. بقوا معي الله يجزكم بخير، بقي ما بديناش، أعطيني عقلك. إذا بغيت تفهم شنو هي الرقية الشرعية أعطيني عقلك. دروس أسأل الله أن يأجرنا وأن يثيبنا عليها خير. سمعوا مزيان، نعم أنا معكم ومع ما تكتبون بإذن الله جل وعلا، كل ما تكتبونه أنا معكم. أنا معكم بإذن الله جل وعلا. تعليقاتكم تهمني، الحمد لله أنكم معي بفضل الله تعالى وتفهمون، وهذا يسرني، هذا يسرني أنكم بفضل الله جل وعلا تفهمون الكلام، ويعني عقولكم معي بفضل الله جل وعلا. خاصة القهوة ثقيلة، أنا كملت القهوة الأولى وسأنادي على القهوة الثانية. طيب نواصل بإذن الله جل وعلا. أنا نرى موضع لنقاط، الحمد لله موضع نقاط، الموضوع لم يكن في بالي مكاتب أول، لكن التصور لأني فقط بين واحد قد يوجد محاضرة وقارئها، واحد كي يعيش مع آلاف وملايين الناس في أي موضوع يتكلم فيه بفضل الله جل وعلا، مفهوم؟ فأنا الآن أعطيكم خطوة كان بكم تشربوها وتعضوا عليها، وأنتقل بكم ومعكم في التعليقات، لا يضر إذا كانت نقطة مهمة أرى في التعليق أقف عندها لأن أرى تنفع المحاضرة، لا يضر بفضل الله جل وعلا بل تنفع. طيب قلت أن ما نعيشه جميعا في الصبا الذي عاش مثلا والده كان شديدا على الأم، أو عكس ذلك كانت والدته شديدة على الأم وكان يرى ذلك في الصبا، كان يرى الوالد سكران مندفع متهور شديد الغضب شديد الضرب والهيجان، أو كان يرى الأم في الحرمان، وكان ربما يرى الوالدة يسمع الأم أنه من خانة من حانة إلى قمار، وقد يرى في صباه أن الأمة تعاني الفقر المدقع والجوع، هذا الشاب هذا الطفل أو هذه الطفلة أتظنون أن ما عاشه وعاشته وعاشوه ذهب سودان؟ لا، ضع عندك هذه النقطة. هل تظن أن من كان يرى في الصبا أن والده مثلا يعتدي على الأم ويسمعون صراخها في نكاح وجماع، ولهذا فرقوا بينهما في المضاجع حتى بين الأبناء، فكيف إذا كان يسمع والده يعتدي على زوجه وعلى أمه؟ وهذا والله حاصل في كثير من البيوت الآن، كتشتكي فقرا بيت واحد كيتشاكوا فيه الأبناء كلهم، إلى نعس الأب مع الأم كيسمعوا أولادهم، وربما يطالع سوءة الوالد والوالدة. أثر نفسي عميقة جدا، أثر نفسي عميقة جدا. لهذا جاء الإسلام كي يفصل بين يفرق بين الذكر والأنثى عند التمييز قبل البلوغ،
عند التمييز قبل البلوغ. إذن وأبناءكم علموا أبناءكم صلاة السبع واضربوهم عليها لعشر قبل البلوغ، وقد يكون البلوغ في العشر لا يبعد، لأن قد يكون البلوغ عند المرأة في التاسع سنة سبع تسع سنين، وقد يكون في عشر سنوات. أنا كنت أتكلم مع أحد الإخوة قبل البارحة أو قبل البارحة، قال ابنتي بلغت في عمر عشر سنوات في الدار البيضاء ليس في الصحراء، وطبيعة الصحراء قد تكون أقوى تسارع على البلوغ، والجو الحار يسرع أمر البلوغ. وجاء الشرع كي فرق بين الذكر والأنثى في الإخوة من صلب واحد، حتى نباعد أمرا نفسيا قد يقع عالقا في عقل الذكر في عقل ذاك الغلام أو الشاب أو الرجل في المستقبل، وقد يسرع له الشهوانية والاعتداء على الأنثى على الأخرى، أو يفتح عينيه إلى أشياء قد تكون ما زال لم يحن الوقت إليها بعد فيصبح يرى. وقد يوقع هذا في التحرش واعتداء المحارم، لأن الشيطان يصبح بينهما. كذلك لا بد أن تفهم، بارك الله فيكم. فقلت إن من الأمور التي وجب أن يتفطن إليها أحبتي في الله إخواتي الطيبات الكريمات، أن ما نعيشه دائما في الصلاة مر على خانات هي متركزة في أعظم شيء هو المخ عندنا هنا. لا تظن أنه ينسى شيء، لا ينسى شيء، مخك هذا خزان حباه الملك الله بقدرة فائقة، ومن عاش على شيء مات عليه. ألم ترى أن هناك من يموت في السكرة ويغني ويسب ويلعب، وهناك من هو على السكرات في حادث بعدما انقلبت سيارته يشهد التشهد ويقرأ القرآن. وهنا ستقف حتى تفهم الخزان ذاك الذي يحتفظ بالمعلومات الذي حباه الله جل وعلا بقوة، جعل الله له أسرار منذ الصبا. والمشرع الحكيم حينما علم هذا قال اجتنب طفلك كذا، وجنب زوجك كذا، وجنب نفسك كذا، وأنت حريص على سلالتك وأصلك ونسلك وأطفالك منذ الصبا حتى لا يتأثروا في الكبر فيكون عليك شقاء، أو تكون أنت سبب من أسباب الشقاء. ولهذا جاء الشرع كي يطهرنا منذ الولد الأولى، أن نبين للأصفار والصبية أنك لابد أن تسمي ربك جل وعلا عند الجماع، لابد أن لا يكون الولد يراك، حتى لو كان إخوته لا يقرب منهم حينما يبدأ أمر التمييز وإظهار وظهور المفاتن وبروز علامات البلوغ أو غيرها. لا يراك ولدك في حالة فيها قلة الحياء، لا بد أن يستأذن قبل الدخول إلى غرفة النوم. لا يرى من أمه مفاتن، لا يراك تسب وتلعن، لا يراك ليس في مكان الأسوة والقدوة، لا يراك في مكان الذلة، وإلا خربت القدوة والمثال في عقله فأصيب بالاضطراب النفسي الذي سوف يعود عليه مستقبلا شئت أن أبيت. وأنت حريص على أن يكون أبناؤك في فلاح وصلاح، وإن لم توفق في هذا فلا بد أن تقف وقفة. ولهذا أنت ترى في المجتمع في الأحياء الفقيرة أكثر الاضطرابات النفسية، لأنهم ضيق في المعيشة، ضيق في الاتساع، ضيق في الثقافة، ضيق في الفكر، ضيق في التوجه، ضيق في المعرفة في الغالب، إلا من رحم ربك جل وعلا. فأصيب بفقر مع فقر المعرفة والثقافة والديانة، فكانت الضريبة أن الأب والأم عاشوا لكن جاءت المخلفات والعواقب على الذرية فأصبحوا بالاضطرابات النفسية. وناهيك إن كان أصلا الوالد والوالدة عندهم سحر فتدافع السحر الروحي والمس والجن والشيطان مع ذاك نفسيا، فكيف يكون الحال؟ قف معي هذه النقطة أيضا. قلت وبالله التوفيق أحبتي في الله، المخلفات التي في الصغر التي عاشها كل واحد منا، الذي عاش في صباه
مخلفات الأم منبوذة، مقهورة، محرومة، تعيسة، كئيبة، عبدة، أمة، خدامة على البيت، ولا تحظى بنصيب من الخير أو العزة والرفعة أو الاهتمام والعناية. كيف يكون هذا السلب على الذكر الصبي الصغير وعلى الأنثى تلك الصغيرة مستقبلا، الذين يعيشون في جو الاضطهاد والفقر والحرمان والجوع، وعاشوا في خضم هذا اليم، في خضم هذا البحر الهائج من الصراعات داخل بيت واحد، ذهبت آثاره ولم تبقى أبدا. ثم حينما يكون في البيت بيوت ترى أن عدم الاحترام وسائد، عدم الكلام الطيب غير موجود، لم تنشأ الأخرى أو الآخر في بيت يعظم فيه الذكر والرجل كرجل، وتعطى للرجل تلك الهيبة والقوة لأنه رجل. فنشأت الأنثى في بيت لابد أن يذل فيه الرجل، ونشأ الآخر في بيت لا يرى فيه القوة عند الرجل إلا بصخب وغضب وعطب، فإذا أراد أن يستنفذ قوته لابد أن يهشم الرؤوس، ولا بد أن يخدش الجلود، ولا بد أن يكسر العظام، فيرى أن هذه هي القوامة، فنشأ في هذا البيت، في هذا المنشأ، في هذا الحضن، في هذه التربية. والجيران لهم عواقب كذلك على نفسيتك، فأنت قد ترى أن في بيتك بين، ولكن أنت تصبح وتمسي على قتل، سجن، سحر، اغتصب، وبيئة تحيط بك من كل جانب تعيش على هذا السيف. فبيتك يتكلم عن فلان سلبا وعطلا، وإذا سلم فلان جاء الآخر في غداء أو عشاء يتكلمون عنه سلبا وعطبا، أو يتآمرون على فلان وعلان سلبا وعطبا، وعشت في بيت كله يتكلم عن السلب والعطب، إما أن يتكلم عن الناس أو يتآمرون عن الناس سلبا وعطبا، فأين محل الإيجابية وأين محل النورانية في بيتك؟ وهذا كله له خلفية. قف معي حتى أشرب شربة أخرى إن شاء الله تعالى. فمن زيان أتظن أن هذا مرة يعني عادي؟ لا، لقد ترك فيك بصمة. ترك فيك بصمة شئت أم أبيت. من نشأ يتيما محروما من الأم يحتاج إلى العاطفة وإلى الدفء، يحتاج إلى الأمومة، يحتاج إلى الحضن، يحتاج إلى الحنان، أتمر هذه عليه سدى؟ لا، كل هذا يتجلى مع قابل الأيام والأعوام. كيف تكون الشخصية؟ إلى ما تحتاج؟ إلى ما تحتاج؟ تلك التي تنشأ وترى والدها ليس والدا، والدها لا يهتم بها ولا يستطيع أن يكافئها أو يجزيها خيرا وإحسانا، ولا يستطيع أن يعطيها من الكلام الطيب أو من المال، ولكن أتظن أن هذا يمر مرا سريعا على النفسية؟ أتظن أن يمر هذا مرورا سريعا على النفسية؟ لا. وسأبين لكم أشياء كثيرة بإذن الله في هذه المحاضرة. كل ما تعيشه أيها الأخ اللبيب الحبيب الكريم، أيتها الأخت الفاضلة الطيبة، كل ما عشته في صباك وفي صغرك مرسوم منقوش داخل مخيلتك وداخل مخك وسوداء قلبك شئت أم أبيت، ويتحكم فيك، بل قد تحكم وكون داخلك
الذي تراه الآن في شخصيتك، الذي تراه الآن في شخصيتك يرجع إلى ما عشته في الصبا، تلك الأيام التي حرمت فيها لعبا. هناك أطفال حرموا اللعب، أتمر عليهم سدى؟ هناك أطفال دفعوا إلى العمل منذ الصبا، أتذهب سدى؟ هناك أطفال تحملوا مسؤولية الأب والأم في أن يكونوا هم المعير بعد الله جل وعلا، وخرجوا في فجر، في غسق الفجر في الليل، كي يأتوا سواء كان ذكر أو أنثى حتى يساعدوا في حضانة وتربية الأخوة الباقين. أيمر هذا سدى؟ رسمت في داخلهم الأحزان منذ الصبا، كتب عليهم الشقاء في الصبا، أيمر هذا سدى؟ لا يمر سدى. عاشوا الاضطهاد والقهر، وعاشوا الحرمان والاعتداء، وعاشوا الاستغلال في الصبا والصغر، وكتموا ذلك لا يعلم به إلا الله جل وعلا. أيمر ذلك سدى؟ أي سدى بمعنى يمر هكذا؟ لا، آثاره موجودة داخل القلب والعقل. كل ما تعيشه أنت في صباك، من تعارك الاعتداء، استغلال جنسي من أجل درهم، دراهم معدودة، حرمت من أب دراهم، أعطاها دراهم فاعتدى عليها، وكررت ذلك في الصبا، ما علم أحد، مر سدى؟ لا. رجل قد يعتدي عليه فلان وعلان ويعطونه المال لأنه يحتاج إليه، واستغله جار أو آخر، أيمر سدى؟ لا. حرم من الدراسة، وحرمت من الدراسة، ما رأت المدرسة، ما رأى المدرسة، ما رأت الثانوية أو الجامعة، ما رأت كتاتيب القرآن، ما رأى نور العلم، يذهب سدى؟ لا. رأيت أو رأيت أو رأينا هناك من عايش في صباه صفع، ذلة، احتقار من أقرب الناس، من خالة وعمة وجارة، لأنهم فقراء بؤساء، لأن ليسهم عندهم من المال، ليس عندهم من الأثاث، ليس عندهم من العقار، أيذهب سدى؟ لا. كل هذا لن يذهب سدى. كخطوة أولى ترسخ في عقلك، في عينيك، في قلبك، لكنك احتفظت به، والذي سيترجمه سلبا أو إيجابا ما سيأتي وسأبينه بإذن الله تعالى بعد هذه المرحلة. لأن بدأت تكون شخصية. البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله، نشأ الشاب، نشأت البنت، نشأ البنات في بيت الأعراف سقيمة. قد يقول قائل أعراف محافظة، لكنها علينة سقيمة بالشركيات، بالمزارات، بالكفريات، بالسحريات، بالاستعانة بالجن والشياطين. نشأوا في بيت، نشأت أو نشأت، هناك من نشأ في بيت يتكلمون عن السحر كأنهم يتكلمون عن الطعام والشراب، يتكلمون عن الذبائح والقرابين للجن والشياطين كأنهم يتكلمون عن سور القرآن. وإذا تكلمت عن سور القرآن فلا يعرفون منها رسما ولا وصفا ولا اسما. إذن هنا مشكل. أتظن أن هذا يذهب سدى؟ بيت عشت فيه أو عشت فيه منذ الصبا، في الصغر يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن سحر، عن عين، عن حسد، عن شعوذة، يتكلمون عن فلان قتل بالسحر، فلان مجنون بالسحر، فلان يعني الضريح الفلاني يعرف بالذبح، إذا أردت أن تنجو من كذا سحر ذبح، إذا أردت أن تستجلب فلان سحر، إذا أردت المحبة والتهييج عليك بالشمع والسحر، إذا أردت أن تسير في سير فلان فلا بد أن توفق بالسحر، فتصبح الخلفية والأرضية والهواء والسماء هو قاعدة السحر. هل يذهب هذا سدى؟
هل هذا كذلك يذهب للسودان؟ أبدا لا يذهب للسودان. أنا لا أتكلم الآن عن التربية، أنا أتكلم عن الخلفية النفسية، فرق بارك الله فيك. أنا لازلت لا أتكلم عن التربية، أنا أتكلم الآن فقط عن الخلفية النفسية التي ترى عيانا سمعا أو نظرا أو حسا في واقع المعاش، فتكون عندك خلفية داخلية أنت صاحب ولا تعلم بها، لكنها تبدأ تشرب وتتكون وتنمو لأنها تعطيه من بعد شخصية. لكن لا ننسى أن معها ما سيأتي في قابل الكلام، إما أن تسد تتوفق، وإما أن توجع وجاج سقيم نظرا للعرف والتقاليد أو للعدوانية والانتقام أو للتصور الذي عاش فيه يظن أنه إذا سار بهذا السير وفق فكان موفقا، وهو ليس بموفق ولا بسبيل ولا برشيد. وهذا سوف نبين بإذن الله تعالى حتى نفرق بين هذا وهذا. كلام واضح، كلام لا زال كثيرا. نحن لازلنا في النقطة الأولى في مدخل الطفولة، لازلنا في مدخل الطفولة في عارضة الطب النفسي، ثم نأتي للطب الروحي ونفرق بينهما، وخادم هذا وهذا وعلاج هذا وهذا، وكيف يكون النجاة من الشقاء، وإلا والله صاحب مثل هذه الحالات لا يرى خيرا أبدا ويكون معذب. والله يكون معذب، والله يكون معذب. وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. طيب، الله المستعان، الله المستعان. الكلام واضح ولا شيء؟ هناك شيء ما واضح؟ نواصل ونوقف ونجاوب على شي سؤال ونخليه تتمته الحلقة الثانية. اللي بغيتو اقسم بالله ما عنديش مشكل، نواصل ونغير ونجاوب لكم على سؤال اخر باش عقل، حيت احيانا العقول مثل المحاضرات، لكن الموضوع مشعب وطويل كيقدر نوقفوا هنا وتاخذوا نفس ونمشيو السؤال اخر ونرجعوا، او نرجعوا في وقت اخر، ما عنديش مشكل. اذا كان تغيرون المنهجية، تغيرون السؤال، ندخلوا في اطار اخر ونوقف هنا نجعله باذن الله تعالى في تتمة في مرحلة أخرى، ما عنديش المشكل. أنا معاكم، المهم أنني معاكم، وتندروا استراحة الآن نسمعوا شيء حاجة مرحبا. أنا الغاية عندي ما هي؟ الغاية عندي هو المتلقي يفهم. هذا الرأس فيه بزاف متقن، ولكن ليس كل ما يعرف يقال، ولا الوقت يسمح أن كل شيء يقال. أطلب الله يرحمنا ويوزنا برحمته، أطلب الله يوزنا برحمته، الله جل وعلا يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ملي كنكون كنتكلم مع شي اخوه، وبعض المرات والله مع اساتذه كثيره، وكنتكلم معهم في شي مواضيع، وهناك والله من يقبل هذه الجبهه، والله العظيم هناك من يقبلها. وانا اقول له هذا والله ما قراته في كتاب، نعم ادرس ابحث، ولكن ما توصلت اليه ليس نقلا، والله ما أقوله ليس منقول، وإنما لأني أعايش بقلب الناس، فأجمع بين هذا وبين المعرفة الثقافية والنفسية والشرعية والروحية، فأعطيكم الخير في زبدة في قالب سهل يسير، غير معقد بتركيبات بأسماء نفسية وتركيبات أخرى وكذا، لا، الأمر تأخذ هكذا. كي لي منكم دابا، نعم درجة العلم تفاوت والفهم تفاوت عندكم أكيد على حسب أشياء كثيرة، ولكن كل واحد خرج بإذن الله الآن بفائدة على الأقل في المقدمة. هذه مقدمة مهمة جدا، مقدمة مهمة جدا جدا، وإن كنت والله لم أصل حتى إلى نصف المقدمة، إلى نصف المقدمة، وهذه يحتاج إلى ورقة وقلم، وأنا أقترح على الفيديو تسمعه بزاف مرات، لأن الآن طيب الصوت منخفض، الكل يقول لي واصل، الكل يقول لي الآن واصل واصل،
يقول قائد واش كي ما تفسير فقدان الذاكرة لمدة 3 أيام متتالية بعد رؤية الجن حقيقة؟ سهل جدا، سهل أخي المهدي، أنا أجوبك إن شاء الله بإذن الله، الأمر سهل إن شاء الله. اجعلها سلسلة يا شيخ، واصل أرجوك، إن شاء الله عليك يا شيخ. طيب خير. أنا الآن كنت كلف مواضيع في الصميم، مواضيع في الصميم، المواضيع هي في الصميم، ما كنجيبش كلام من الفراغ، هذه مواضيع في الصميم. كلنا ذاك الرجل الذي أتكلم عنه الآن، إما سلبا أو إيجابا، أو تلك المرأة إما سلبا أو إيجابا. هل المسيح يغير الشخصية؟ يغير الشخصية والطباع والنفس والميول والمزاج والعبادة، توضع على حسب نوع المس وقوته وقدرته، يغير كل شيء. هل الجن يسكن شخصين في نفس الوقت لمدة يعني بين الأم وابنها؟ إذا لا، بماذا تفسير نفس الحلم في نفس الليلة؟ مع العلم الأم لديها حية والابن لا ندري نوعه، احتمال حية. ممكن أن الجن خاصة إذا كانت زوجين أو الأم والابن، هذا أمر سهل يسير، لأنه على متلازمين متقاربين، وقد يكون نفسه يتغطر ويتحول، أو كلاهما من هنا هو نفسه هنا أو بسح واحد، فيغرب عليها نفس الطبع ونفس الميول، ولسبب من الأسباب تجلت نفسه أو المنامات، أو هناك إشارات بمن جاء من الله سبحانه وتعالى حتى يجل نوع الإصابة بفضل الله. وهذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل، وأجبتك الآن بإذن الله إجابة سريعة. مواضيع مفيدة بثقافة عالية، سأل الله تعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا. خينا زرنا في باريس، الله يحفظك إن شاء الله بإذن الله أبشر. خينا زرنا إن شاء الله جل وعلا. وهل إذا كانت الأم عندها مس أو العائلة عندها الموروث، هل يؤثر على بناء الشخصية؟ وهل هذا له علاقة بالزهرية والبيئة المنشأ؟ هذا سؤال جميل، وعلاقة بالمحاضرة وبالدرس. هل إذا كانت الأم عندها مس أو العائلة أي موروث، هل يؤثر على بناء الشخصية؟ أكيد أكيد جدا جدا جدا، خذها مني باليقين. حينما يكون المس عند الأم ويتأكد على أن عندها موروث، عندها موروث، فالموروث بطبعه سوف تورثه إلى أبنائها، أو الجن يضعون البصمة في الأبناء حتى وإن ظنوا أن ليس بهم شيء. خذها مني أخي الحبيب، إذا علم أن الأم عندها الموروث، فبداية تكون دراسة للأعراض، أعراض الأبناء، دراسة تحليلية، سيتبين من خلالها أن هناك شبه في الإصابات، أو إصابة كل واحد منهم قد تختلف، لكن موجود العلة موجودة، أو هناك علل موجودة، وبالتالي يتبين بالحقيقة وباليقين على أن هذا الموروث الذي عند الأم له نصيب عند الأبناء، ليبقى موروثا حتى من الأبناء إلى أبنائهم إن قدر الزواج والولد. وبالتالي حتى يتوقف هذا النزيف، فما على إلا الجميع أن يجتهدوا أبناء وأم في إيقاف هذا النزيف، وإلا ستبقى المعاناة، وإن كانت خفية بدهاء الجن والشياطين في تمزيق أشياء كثيرة. إن كان يتعايش الجن أحيانا لها ذكاء والشياطين لها ذكاء، تتعايش مع الجسد وتجعل الجسد يتعايش مع العلة، فيتوافق في أمور ويضطرب في أمور، يتحد ويختلف في أمور، المهم أنها تبقى تجري بهم وهي تجري بهم، وهذا أمر عظيم.
فتصبح أن الجن والشيطان يتملك رقاب الأسرة والبيت بالموروث. مفهوم؟ ولا يقول لقائل إذا ثبت الموروث عند الأم والأبناء أن الأمر عادي، أنت في نظرك عادي وأنت لا تعلم ماذا تبني الجن والشياطين ولا البدائين. تأتيك بمرض فاجئ فتأتي بأمراض القتل والموت وانتهى الكلام، تأتي بمشاكل سريعة مفاجئة فيتم الطلاق انتهى الكلام، تأتي بمشاكل يسيرة جدا فيكون هناك نهاية عمل ومال أو ديون أو سجون وانتهى الكلام، تكون هناك المناسبات فيها أحزان وانتهى الكلام، تكون هناك إعاقة في الجنين وفي الأبناء أو عقوق مستقبلي والعياذ بالله وانتهى الكلام. أنت لا تعلم، إذن ماذا عليك أن تصنع؟ لابد أن توقف هذا النزيف. إيقاف هذا النزيف لابد أن يكون من الحاضنة المربية مرضع الأم بداية، ثم من زوجك أنت، لأن الموروث حتى ينتقل إليك على الأبناء فلا بد أن يشارك زوجك في الغالب. وهذا لا يعني أنك سليت أنت، فأنت الأصل الذي جاء من الأم، لكن شريكتك حتى تصبح، حتى هي ما ذنبها، ولكن ذنبها أنها معك لأن عندك موروث. فكم من إنسان لا صفه بالسحر والجن لا تقربه، لكن حينما عاين ولاصق إنسان ممسوس أو له علاقة بملوك أو بعشق يؤذى هو ليس لأذيته، إنما يؤذى لأنه قريب من يؤذى، فتصبح الأذية معا له ولغيره. وهذا الذي أتحدث عنه، فتصبح الإصابة كثيرة في العالم، وناس تصاب ما قدمت سوء وليس معنية بالأمر، ولكن لأنها تبع للمصاب فلا بد أن تصاب، حتى وإن لم تصاب تعاني نوع الإصابة في الشقاء، في العناء، في محق المال، في القلة، في الذلة، في الهموم، في الأحزان، لأنها لصيقة بالمصاب. فلابد أن يفهم هذا كذلك أعزكم الله. التحول من الشخصية القوية إلى الضعيفة هل يعتبر مرضا نفسيا؟ لابد أن أبين لأخي فؤاد السائل أول شيء، سؤالي لك، صاحب هذه الشخصية القوية فيما كانت قوية أصلا؟ قوتها فيما كانت تتجلى حتى نفهم؟ هذا هو السؤال المهم جدا. كانت شخصية قوية، جيد جميل، لكن في أي شيء؟ وكيف كانت تتجلى تجليات هذه الشخصية القوية؟ وفيما نجحت؟ ومن كان يشهد لها أنها قوية؟ إذن لابد أن هذا يدرس حتى نفهم هل تغيرت إلى سلب أو إلى إيجاب. إذن لابد أن تكتب شخصية قوية باعتبار كيت وكيت 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 وكيت، تحولت إلى ضعيفة باعتبار كيت وكيت وكيت وكيت، ثم تكون دراسة ويكون الجواب بفضل الله جل وعلا. مفهوم؟ ما علاج الغيبوبة التامة لساعات طويلة بشكل يومي أثناء قراءة القرآن وغيرها من العبادات؟ يا الأمر يحتمل أمرين اثنين، أن الذي بداخل الجسد لا يقوى على تحمل الرقية فيجعل الغيبوبة ليرتاح أو ليسهر، والتفصيل يكون في وقت آخر، إما ليرتاح لأن بالغيبوبة عدم النطق على الكلام والخشوع والتدبر ويبقى في أمان حتى لا يضعف نوع من السلاح القوي، أو أنه يأخذ به زادا وقوة لتجديد سحر ليزداد قوة حتى لا يضعف. وفي كلا الحالات دليل على وجود المس. علم. طيب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل فضل وهدى وخير. شيخنا، ما معنى رؤية المرأة، رؤية المرآة مرات متعددة في الحلم؟ والبارحة رأيت أن وجهي في المرآة رأيت وجه امرأة قبيحة وكانت تضحك وشعرت بالرعب. أختي سكينة، ما قصتك مع الجمال؟
سؤالي المهم، كيف حال وجهك؟ كيف حال الصدر؟ كيف حال الشعر؟ كيف حال اليدين والقدمين؟ كيف حال النفسية في الجمال؟ كيف حال قبول الناس للجمال، نساء، رجال، خدمة، زواج؟ هذا سؤال مهم، لأنه سيجلي لك نوع الرقية الخاصة وتشفي بإذن الله عز وجل. لأن في الغالب هذا يدل على أن هناك في الجسد أو تحيط به شمطاء قبيحة وكلت بقبح وتشويه الجمال والمنظر، أو كراهية الوجه والمحية. مفهوم؟ قد تتملكه عشقا أو بنفس خبيثة أو حسن أو سحرا. سمعت يا أختي؟ فلا بد أن تكثر من الاستماع لهذا النوع، وستجلى رؤى أخرى ومشريات أخرى بإذن الله، وتخرج إلى الشفاء والخير بتوفيق الله جل في علاه. فالرؤى لها بفضل الله عز وجل مبشرات، وعضوا عليها بالنواجد يرحمكم الله، وأسألكم الدعاء لي ولكم بالخير والتوفيق والسداد. سؤال يقول: ما العمل مع المريض الذي لا يساعد بل يرغب في العلاج رغم علمه بعلته، بل لا يرغب في العلاج رغم علمه بعلته؟ بمعنى أن إنسان مصاب بعلة ولا يساعد في العلاج رغم أنه يعلم نوع الإصابة. أقول للأمانة، واسمعوها أقولها قوية، أحيانا يصبح إثمه متعدي. تعرف شنو متعدي؟ أحيانا المريض إن لم يسارع في العلاج يصبح إثمه متعدي مضاعف، ويحمل أوزارا كثيرة. لا يقول: لا أريد أن أعالج نفسي. حتى وإن أنت زهدت في علاج روحك ونفسك ونفسيتك، لكن أنت ملزم بمن هم تبع لك، فتصبح بين يدك مفاتيح أنت كأنك تسقطها في المجاري أعزكم الله، وتريد الشقاء للآخر بأقفال محكمة لا تفتح المفاتيح عندك بعد الله، فتصبح أنت ملزم شرعا أمام الله جل وعلا بالاجتهاد، لا لنفسك فحسب بل لمن هم دونك حولك معك. لأن قد من يكون فيك أبالسة يعطينك تصور أن ما يحصل لك أنت تجاريه بنفس وبروح وبرضا وبإيمان، أو أن ما يحصل لك عادي يحصل لسائر الأنام، ولكن أنت لا تعلم أن من معك يؤذون ذريتك، زوجك، والدك، إخوتك، يؤذونهم أذية بالغة، وتعلم هذا بالدليل والحجة والبرهان، وتزهد في علاج، أنت آثم، أنت آثم، تحمل وزرا يوم القيامة، أو تحملين وزرا يوم القيامة. والعلاج لا يكون بالكلام إنما بالتشبيه. الحالات تختلف، فإذا كانت الحالة قوية التشبيه لا بد أن يكون قويا، وإلا ماذا سيقع؟ تصور معي زوجين اثنين، آخر يسير في سير الاتزان والآخر دائما يتشردم ويتبعثر ويتمزق يمنة ويسرى، والصحراء يضعون قواعدهم هناك، وجب عليه أن يسارع وإلا كان الطلاق، ويحصل الإثم على الذي تقاعس.
والدة تعرف أن عندها السلالة والموروث والأبالسة، وسوف يزرعون السم فيسجنون الأبناء ويشرعون الحوادث للبنات، قطع الرحم أو استئصال الرحم وما شابه، تجلس متقاعسة. أي تفكير هذا؟ أي منهجية هذه؟ أي تصور هذا؟ إذن لا بد أن يكون الاجتهاد مضاعفا، لأن القواعد قد تنزل وقد ينزلونها بفرد دون سير الأفراد، ولا بد أن نساعد كذلك ذاك الفرد، فلا بد أن البيت كله يهيئ له من الجو ما به يرتفع إيمانه وقوته حتى يساعده في الوصول إلى العلاج، لأن بعلاجه نعالج، بشفائه نشفى، بسعادته نسعد. فلا يقول لنا لا أريد علاجا، هو ملزم بالعلاج، لأن إذا أخذنا على يديه نجا ونجينا جميعا، وإن لم نأخذ على يديه غرقت السفينة وغرق من فيها جميعا. فيصبح في واجبي هنا الوجوب، قد يكون في حق المريض أحيانا الاستحباب، وقد يترفع ويتوكل على الله، لكن أحيانا تكون علته لدهاء الجن أنها مقتلة بالآخرين، فواجب عليه أن يأتي مسارعا لا لنفسه، ويعتبر نفسه أنه الآن من الذين لا يسترقون، لكن واجب عليه أن يقل أن العلة مقتلة بالآخرين لدهاء الجن. والقواعد الشرعية إذا درست تفهم بهذا الفهم الصحيح لا السقيم، وحتى العقلية والمنطقية الطبية لا بالسقيم علم. يقول الراقي راي على أخي راقي بدر الدين، يقول رأيتك يا أخي ربيع مدجج بالأسحار المكتوبة على جسدك، ومنها من هي معلقة بك وفي ثياب، في ثياب شنية ثياب الأخرى ما فهمتها، رأيتك في رؤيا أو في رؤى أخي ربيع مدجج بأسحار مكتوبة على جسدك، ومنها ما هي معلقة بك وفي ثيابك أظن، هكذا أقول لك أخي الراقي بدر الدين، أسأل الله أن يحفظني وإياك وكل المسلمين والمسلمات بداية، واعلم أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وما أخطأنا ما كان ليصيبنا، واعلم أن الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، ونسير في طريق البر والإحسان، ونجاهد الشياطين والجان، ونرجو بذلك رفعة وعزة في الدنيا والآخرة. فإذا كنت رأيت هذا فأسأل الله عز وجل أن يكون خيرا، وأن يحفظني الله وإياكم من كل سحر، سواء على جلودنا أو على دمائنا وعظامنا وصورنا وآثارنا وأموالنا وأهلنا وأبنائنا وبيوتنا، وأسأل الله أن يشل أيدي السحرة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه. فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى الرب، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، أن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما، تذكر هذه القاعدة أخي الحبيب، وهذه جعلها في عقولكم، سواء في المس والسحر أو غيرها، أن تكون مظلوم خير من أن تكون ظالم، أن تكون مظلوم خير لك في الدنيا والآخرة من أن تكون ظالما.
بهذا أنا أؤكد على نفسي وأؤكد عليكم إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أنا أؤكد على نفسي وعليكم إياكم والظلم، من ظلمك لا تظلم، ومن خانك لا تخون، ومن آذاك لا تؤذي، ومن حرمك لا تحرم، ومن سبك لا تسب، حتى ومن أوجعك وضربك لا تجعه ولا تضرب. واجعل القصاص بين يدي الله مالك الملك، واجعل الحكم العدل هو الذي يأخذك حقك كاملا، واسأل ربك العافية في الدنيا والآخرة، واجتهد في السجود بدمع ساخن، وأكثر من ذكر الله عز وجل، وتصدق، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، واسأل الهداية لكل ظالم كان إنسيا أو جنيا. هذه وصيتي لكل أخ وأخت في كل بقاع العالم، مهما كان في الجسد من مرض. وسنأتي إلى هذا في درس الروح والنفس، فإنهم يتأثرون بالروح الطيبة وبالنفس الطيبة الخالية من شوائب الحقد والغل ودفائن الصغر الخبيثة. وهذا كان سيكون لنا كلام فيه في المحاضرة، ذكروني فيه إن شاء الله في وقت لاحق. كن على يقين أن الجن حينما تخترق الجسد من مسام ومن فتوحات، فإنها ترى ما لا نرى، وتستشعر ما لا نشعر به، أشياء نعيش فيها ونعيش معها، لكن معيارها وحسابها وميزانها الدقيق تعلمه الأبالسة والجن والشياطين. ولذا تقول لك ذكي، تقول لك نوراني، تقول لك عنده طاقة، عنده خير. هذه أمور حساسة توافقت عليها الجن، تقولها الأبالسة في كل العالم. حينما نقيسها بميزان الشرع أقول ذاك القلب الصافي من الحقد والغل الحقيقي للمصطنع المزيف الصور الذي يتشكل أمام الناس، إنما أتكلم عن شيء داخل القلب، تلك الأخلاق الفاضلة التي نابعة من داخل الجسد، الذي لا يستطيع أن يهز نملة، الذي لا يستطيع أن يؤذي ذبابة، لا يستطيع أن يؤذي قطة. هذا الإنسان الذي بداخله في القلب هذه الميزات، في ضميره لا غل، لا حق، لا خداع، لا نفاق، لا غش، لا مكر، وإن أوذي. أتظن أن هذا كما تكلمنا عن الصبا وآثار الصبا التي يعيش في الصبا مراحل، في والديه، في إخوته، في جيرانه، في صبا، في فقره، في طف حماله، أيضا تنسى في كبره، لا تنسى. نفس الشيء حينما تخترق هذه المفاهيم وهذه السمات وهذه الصفات وهذه الأخلاق، القلب يتصف بها والدماء والعظام والجروح، ويصبح الجسد يتشكل بها، حتى وإن اخترقت الأبالسة، حتى وإن اخترقته حقيقة لا مجازا الأبالسة، تجد صعوبة. حتى وإن اخترقت تجد صعوبة، تجد ماذا في صعوبة؟ حتى وإن سلمنا أن فتح الباب بأصحى وسكنت بالليل والنهار تجد صعوبة. لماذا؟ لأن تريد أن تغير شيئا ولكن تجد أن تغييره صعب، لأن من غلب الطبع على التطبع يصبح شيء جبلي لا مكتسب، يصبح شيء راسخ يجري مع الدم، فهي حتى تغيره صعب عليها، لأنه يجري شيء أصبح يسير عليه الإنسان، فهي تسعى أن تغير فما تستطيع. هو في ذكر، هو في صدقة، فنوع من أنواع العبادة يقوي عبادة أخرى حتى تبقى في السير، لا متقاعس مكبل مقيم. والذي يزيد هذا أن صفاء السريرة والعطاء وحب الخير للناس وعدم دخول الغل والغش والخديعة
يضيق على الأبارسة. أما الذي عنده رواسب في الصبا على القفا عقد كثيرة، وعلى العينين وعلى اللسان وعلى القلب عقد كثيرة، ثم يكون الدخلاء مصيبة. لا بد من مجاهدة إذا كان معها علم وفقه وإرادة وهمة وعزيمة، لا بد من المكابدة والمجاهدة والمرابطة. إن لم تكن ما كانت وكان معها القديم ثم جاء الجديد، كان الضحية ذاك البدن وذاك الجسد ذاك الإنسان رجل أو امرأة. ولهذا لا يسلم الرقى من المس، لا يسلم الرقى من تصارع مع الشياطين يقظة ومناما أو واقعا وحالا، ولكن لا تتجلى عليهم تلك الآثار في الصرع، لا تتجلى تلك الآثار في الصرع. لماذا؟ لأن هناك تدافع، فلها يرحمك الله. هل تظن أن حينما يعيش الإنسان مع الأبارسة والماسونيين أي ضمان أي صك عنده حتى لا يؤذى؟ أي صك أخذه وعض عليه أنه لا يؤذى؟ نتكلم بالمنطق. ولهذا قد تجد أن الإصابات تتفاوت عند الرقى، ليس بالصرع، قد تكون بالفساد والزنا وهذا نوع من الصرع، قد تكون بالتحايل والسرقة وهذا نوع من الصرع، قد تكون بالوقيعة والدس فيما بينهم وهذا نوع من الصرع والتخبطات، لمن يفقه لمن عنده نور البصيرة. ليس شرطا أن يصرع الإنسان صرعا في البدن، قد يصرع في حياته، وقد لا تتمكن الجن من صرعه فتصرع من حوله بالهمم والأحزان. ولهذا أقول رفيق الدرب للمعالج لابد أن يكون على درجة من التقوى والإيمان. خذ قاعدة، رفيق الدرب مع المعالج لابد أن يكون على التقوى، على درجة من البر والخير والجود والإحسان، حتى لا تكون هناك مداخل ومزالق للجن والشيطان. رفيق الدار الذي يسير معه في مراكزه في بيته في أسرته لا بد أن يكون على هذا المنوال على هذا المنهاج، حتى تكون البركة بين الشريكين. أرجو أن يكون جوابي واضحا، ولا تكلم باختصار. علم، أرجو أن يكون كلامي واضحا ونعممت، ليس الكلام على العلم ربيع، إنما أنا عممت، والخير في التعميم لا في التعيين. الجواب واضح؟ هل الجواب واضح؟ أخي بدر الدين، هل الجواب كان شافيا واضحا؟ ولا أريد، أنا ما دخلت في التفصيل سحر الجلود لماذا في المنام، ولأني رأيت ما كتب، فلو استفدت فيه كذلك هذا له في تفسير آخر. رأيت يا شيخنا قطيع من الكلاب السود تحرسني، ما معنى ذلك؟ الكلاب السود، الكلب الأسود شيطان، والكلاب السوداء شياطين، لا تحرسك يعني أنها تمنع عنك، تحجب عنك أذى، إنما تحجب عنك خيرا. علم، عليك بالاستماع لرخية الأبارسة والجن والشياطين والمرضى في الخيرات في الطاعات في العبادات في الجمال في الراحة في المال في الزوج وغيرها، ويتضح لك إن شاء الله الأمر جليا بتوفيق الله جل في علاه. واحرصي على الاستماع أثناء النوم، لا تنام إلا على الرقية، حتى وإن أنت تبقى الرقية بجانبك بإذن الله طوال الليل، لأنها لها علاقة بالليل وظلام الليل وسواد الليل وظلام الشياطين وسواد الشياطين، فقد يكون سرهم إليه. وإن لم أعرف الآن أعراضك وماذا عندك بالضبط؟ الحمد لله. يقول الأخ حسن، شيخ نعيم في رقية أهل البيت، أي يقصد بذلك أهل البيت، هو نجد أن كل فرد لديه كبير من الأبارسة على السلالة، كيف نتعامل معه؟ إذن هذا الموروث، هذا الناتج عن الموروث، كل كبير على السلالة هذا الناتج عن الموروث.
وبالتالي تكون البيوت تعيش في مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. الحل الأنسب والحل المباشر هو مواجهة كل إبليس من الأبالسة ومعرفة الكبير أين يكمن. هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل. الحل المباشر هو التعامل مع كل إبليس من الأبالسة في البدن مع معرفة أين يكمن الكبير. هل في الأب في الأم في الأخ الكبير في الأخ الكبيرة في الصغير قد يكون في الأوسط وما دونهم. أرجو ما إلى الخاص بإذن الله تعالى حتى أستفيض معك بتوفيق الله جل وعلا أو على الواتساب، لأن هذا يحتاج مني إلى معرفة أشياء كثيرة. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم. علمت أن قميصك ملطخ بالوحل وأزلته وأعطيتك قميص أخضر من عندي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وفقنا يا رب العالمين. والله العظيم أشياء تجعل العين تدمع، لكن الحمد لله أن هناك أفراد الأخيار يرون هذه الرؤى تدل على مكر على سحر وتدل على بشرى وشفاء وخير وخضرة ونماء. أسأل الله تعالى لكم الرفع الطائن. أكيد حينما تنتشر مقاطع ماسونية تصبح نصب الماسونيين واليهود، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس. حينما تحارب، أنا حينما أدخل إلى قناتي وأرى من يتابعني من اليهود أتعجب. خير خير لعله خير لعله خير. ليس كل ما يعرف القلب حينما تعلم من يكيد من لك السر والعلم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما تعلم أنك تصبح قبلة للاستغلال قريب وبعيد، عذاب قريب بسحر بأسحار تراها في القريب والبعيد، هذا إشياء كبير جدا. كيف تكون حياتك لولا لطف الله ومعية الله؟ كما يقول لي بعض الشيخ نعيد قولك متش هذه دولاد الخير اللي كدير الله العظيم قولك متش هذه دولاد الخير اللي كدير. يعني كتشوف الناس غير العوام كيسمعوا الناس يتكلموا عليك بزاف، الناس يحسدوك، كاين اللي باغي يحقد، كاين اللي بالاسحار، كاين اللي يدير المكر باش يسقطك، كاين اللي كيسحر كيروش، كاين اللي يعني لولا لطف الله. لكن الحمد لله احمد الله حتى وان خذ روحي الان. اسال الله جل وعلا الجنه. انتهى الكلام. شبعنا من الدنيا وقنع منا، والله انا شبعت من الدنيا وقنعت منها اقسم بالله. لا شيء أترقبه في الدنيا إلا طول العمر وحسن العمل. أما شيء ما يعني شيء أنا أصل إليه من متاع الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو شبع قلبي وخلاص. يعني أشهد الله على هذا. الناس قد تغبطك أو تحسدك على نعم ولا تعلم أنك أنت صاحب نعم عندك عادي جدا. أنا همي أكثر من الصور التي أنتم تطالعونها. أنا همي كبير جدا أشهد الله. لولا المثبطات والمشاكل والهموم والأحزان أقولها بصوت عالي، والله لو تعلمون ما أعيشه أشهد الله. تقول كيف لهذا الرجل يتكلم، وكيف له أن يحاضر، وكيف له أن يركز، وكيف له أن يجتهد، وكيف له أن يعمل، وكيف له أن يتنقل، وكيف له أن يحسن إلى الناس، وكيف له أن يسعى في الخيرات ما توقف منذ هذا والحمد لله أن هذه الطاقة هي من الله. والكلام كثير ولا بتكفيه الإشارة. والحمد لله على كل حال. الله المستعان الله المستعان. سنتوقف هنا إن شاء الله جل وعلا، وأعتذر منكم أحبتي في الله لأن هذا الكلام يؤثر في صراحة، وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير.
اللهم صل على محمد. نجعل دعاء إن شاء الله، سندعو بإذن الله، نختم بدعائكم جميل إن شاء الله مؤثر، يؤثر في روحنا ونفسنا، نسأل الله أن يتقبل منا. يلا ندعو إن شاء الله كلكم، ارفعوا الدعاء، ارفعوا يديكم، ندعو بإذن الله يا عز وجل، نسأل الله جل وعلا القبول. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك وحمدك أنبياؤك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا به تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحبه الأبرار الطيبين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من وليت، ولا إنه لا يذل من وليت،
من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إلهنا وسيدنا ومولانا اجمعنا على برك وطاعتك في هذه الأيام على ذكرك وطاعتك ربنا اجتمعنا رجالا ونساء اللهم لك الحمد على نعمك التي تترى وتتوالى نحرنا لك الحمد ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم ربنا لك نحرنا وإليك قربنا لا إله إلا ربنا لا ينفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا جميعا وشفيتنا جميعا وأغنيتنا جميعا وسترت عيوبنا جميعا وغفرت ذنوبنا جميعا لا إله إلا أنت نسألك ربنا الجنة اللهم ربنا في هذه الساعة اكتب لنا الجنة اللهم ربنا في هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الطيبة المباركة اكتب لنا ربنا الجنة اللهم ربنا اكتب لنا الجنة اللهم ربنا أكرمنا بالجنة اللهم ربنا اكتب لنا الجنة وأكرمنا ربنا بالجنة اللهم إن علمت ربنا أن الدنيا ربنا زيادة لنا في القطيعة والإثم والشر والسوء اللهم ربنا توفانا وأنت راض عنا اللهم ربنا توفانا وأنت راض عنا اللهم ربنا توفانا وأنت راض عنا نبرأ من حولنا وقوتنا توفانا وأنت راض عنا إن علمت ربنا الموت خيرا لنا فتوفانا وأنت راض عنا إن علمت ربنا أن الموت خير لنا فتوفانا ربنا وأنت راض عنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا إنك ربنا تعلم ذنوبنا الكبيرة والكثيرة اللهم ربنا فاغفرها إنك تعلم ربنا ذنوبنا في السر والعلن ربنا فاغفرها اللهم إنك تعلم ربنا ذنوبنا فاغفرها
اللهم ربنا إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا هادي اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا هادي اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اهد نفوسنا وأرواحنا وجوارحنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ربنا أكرمنا ولا تهنا. اللهم ربنا أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم ربنا أعزنا ولا تذلنا. إلهنا برحمتك نستغيث. إلهنا برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. برحمتك يا أرحم الراحمين نستغيث. اللهم ربنا اشفنا وداونا. اللهم ربنا أنقذنا ونجنا. لا إله إلا أنت. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بها نطرق أبواب السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بها الملائكة من السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بها النصر من السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بها العزة من السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بها القبول من السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله
الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بها الاستقامة والالتزام من السماء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بها صلاح الولد من السماء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بها النور من السماء سبحانك ما أجلك وما أعظمك ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك اللهم ارحمنا في الأرض وارحمنا في السماء اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض في السماء اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك اجتمعنا ربنا نلتمس عفوك ورحمتك عفوك ورحمتك عفوك ورحمتك في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذه الساعة الطيبة المباركة اللهم ارزقنا جميعا خيري الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا جميعا خيري الدنيا والآخرة اللهم ربنا أسعدنا بما يسعدنا ويقربنا إلى حبك يا كريم اللهم ربنا أسعدنا ربنا بمن يقربنا بمن يقربنا ربنا إلى عفوك ورحمتك يا كريم اللهم ربنا أسعدنا بمن يقربنا إلى جنابك وعظمتك وقدرتك يا كريم اللهم ربنا أسعدنا بمن يسعدنا بجوار كتابك وسنة نبيك يا كريم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الزيغ والضلال ثبت قلوبنا ربنا طهر قلوبنا ربنا أسعد قلوبنا ربنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكتبنا عندك من المحسنين اللهم اكتبنا عندك من المحسنين اللهم اكتبنا عندك من المحسنين يا كريم اللهم اجعلنا ربنا من عبادك المحسنين اللهم ربنا اكرمنا بالإحسان اللهم اجعلنا ممن يقابلون الإساءة بالإحسان اللهم اجعلنا ربنا ممن يقابلون الإساءة بالعفو والإحسان اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الحمد لله اللهم لك الحمد
اللهم لك الحمد في هذه الساعة في الملكوت الأعلى. اكتب لنا ربنا نصرك وعفوك ومغفرتك ورحمتك من عبيدك المذنب الضعيف. اجتمعنا ربنا بصوت واحد ندعوك ربنا. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما يخفى عنك من شيء سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.